بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم راح ناخذ موضوع الهيستولوجي اوف ذا ليفر، الجزء الثاني من محاضرة الدايجستيف سيستم للدكتورة نيزك، باعتبار ان الجزء الاول مشروح بالكلية. راح نتسلسل بالمحاضرة طبقا لما مكتوب بمحاضرة الدكتورة نيزك بالضبط، فممكن تخلي المحاضرة امامك وتتابع. ذا ليفر، الليفر يعتبر ثاني اكبر عضو بالجسم، يقدر وزنه 1 الى 1.5 كيلوغرام. الموقع مالته يكون تحت الدايفرام بالابدومينال كافيتي. وظيفه الليفر الاساسيه هي خزن ومعالجه الغذاء الممتص اللي يجينا من الدايجستيف تراكت. يعتبر الليفر حلقه وصل بين الدايجستيف تراكت وبين البلط، باعتبار انه 70 الى 80% من الدم يجينا خلال البورتال فين، يجينا طبعا من خلال الاستومك والانتستينس والسبلين، اما ال 20 او 30% الباقي راح تجينا من الهيباتيك ارتري. Stroma of the liver. The liver covered by the connective tissue capsules. أسميها Gleason's capsules. اللي راح تكون thin. فقط بمنطقة الهيليوم راح تكون thick. أسميها Gleason's sheath. هذه المنطقة يدخل من خلالها البورتال فين بالإضافة للهيباتيك أرتري والهيباتيك دكت. فراح يكون بهذه المنطقة thicker. The liver lobule. المكون التركيب الأساسي للليفر هو cells أو أسميها الهيباتوسايت أو الليفر cell. تشكل تقريبا 2/3 of the mass of the liver. نوعها راح يكون epithelial cells. للليفر تقسيم آخر وهو على أساس اللوبيولز الفصوص، فأنا راح أخذ لوبيول واحد أدرس عليه structure of the liver. هذا اللي أمامي هو اللوبيول. اللوبيول لون شوفه راح يكون polygonal mass، حجمه تقريبا يتراوح 0.7 في 2 مليمتر. نجي هسه المكونات اللوبيول. اللوبيول يتكون من مكونين أساسيين، أول واحد هو central vein بالإضافة إلى أسميها portal spaces. البورتال spaces عددها تقريبا 6. هذه هي البورتال spaces، هذا واحد، هذا portal spaces الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، وهذا راح يكون السادس. تقريبا عددها 6. portal spaces يحتوي لأربع مكونات: venules، arterioles بالإضافة للدكت اللي جايتنا من البيل دكت سيستم، وعندي أسميها lymphatic vessels. هذا venules جايني من السوبيرير والانفيرير مزنتريك فين او جاين من السبلونيك فين، بينما الارتريولز راح يكون من الهيباتيك ارتري اللي جايني من الترانك اوف ذا ابدومينال ايورتا. زين، بقت عند الدكت. الدكت تنتمي للدكت سيستم، تاخذ لي الماده الصفراء اللي متجمعه بالهيباتوسايت حتى وين توديها، توديها للقناه الرئيسيه. هذه هي القناه الرئيسيه وهذه هي الدكت. قلنا تاخذ الماده الصفراء وترجعها للدكت، المادة الصفراء اللي مصنعة أو مخزنة بالخلايا، خلايا الكبد اللي أسميها هيباتوسايت. وعند اللمفاتيك فيسلز، طبعا ما مبين هنا بالصورة، اللمفاتيك فيسلز تاخذ اللمف حتى توديه للبلد سيركوليشن. هنا راح ناخذ منظر أقرب لللوبيول. لو لاحظ أنه السيلز راح تكون دايركت تو ذا سنتر أوف ذا لوبيول. هذه السيلز راح تشكل لي شكل إسفنجي يشبه المتاهة. اجي هسه السينوسويدال كابيلاريز. السينوسويدال كابيلاريز الوولز مالتها راح يكون متكون من اندوثيليال سيلز، راح يكون فنستريتد مثقب، وبنفس الوقت هذه السينوسويدال كابيلاريز راح تكون ديسكونكشن، يعني ما متصله، راح تكون منفصله مثل ما جاي نشوف امامنا. السينوسويدال كابيلاريز، هذه السينوسويدال كابيلاريز تفصل بينها وبين الهيباتوسايت سبيس اخر. هذا السبيس اسميه سب اندوثيليال سبيس او اسميه سبيس اوف ديسي. هذا السبيس اوف دي سي راح يسوي الاكسشينج بين السينوسويدال كابيلاريز اند الهيباتوسايت، يعني يسوي لي تبادل للمواد بين خلايا الليفر والسينوسويدال كابيلاريز. السينوسويدال كابيلاريز يحتوي ايضا على سيلز اسميها كفر سيلز. فانكشن اوف ذا كفر سيلز راح تكون دايجست تو اريثروسايت اند هيموغلوبين، بالاضافه انها تسوي لي سكريت لبروتين معين الى علاقه بالاميونولوجيكال بروسيس. بنفس الوقت راح تسوي لي فاجوسايتوسيس تو ذا بكتيريا. كفر سيلز تشكل 15% من مجموع خلايا الليفر. راح نتكلم عن السيلز اوف ذا ليفر. لما استخدم لها صبغه الهيموتوكسين اند ايوسين، السيتوبلازم راح يكون يوزينوفيليك بسبب وجود اعداد كبيره من الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولوم. هذه السيلز راح تحتوي 1 اور 2 نيوكلياس اند 1 اور 2 نيوكلياي. طبعا هذه السيلز راح تكون بها اختلاف من ناحيه الهيستوكيميكال والبايوكيميكال كاركترستيك. هنا الخلايا راح تكون متصله مع بعضها، بس كل خليه وهي الخليه اللي تقابلها بمجموعين راح تشكل لي تيوبولار سبيس. هذا التيوبولار سبيس يحتوي لي بيل كانال يوكولاي، هذه اللي لونها اخضر، البيل كانال يوكولاي. بيل كانال يوكولاي تتصل ويا السيلز بواسطه مايكروفيلاي. هذا المايكروفيلاي تسوي لي تايت جكشن بين ذا سيل اند كانال يوكولاي.
البيل فلو يتدفق لي اوبوزيت ذا بلد فلو، ليش؟ لان يجيني من السنتر اوف ذا لوبيول لحد ما يوصل للبيرفري. عندي هذه المنطقه الصغيره، لو تلاحظ انه كل السيلز اكو اتصال بهذا اللون الاخضر بكنال يوكلاي صغيره بين السيلز وبين الكنال يوكلاي الرئيسيه، ما عدا هذه المنطقه الصغيره. هذه المنطقه اسميها هيرنج داكت اللي ماكو اتصال، فاسميها هيرنج داكت او اسميها داكتلس، يعني تكون غير متصله. هذه الهيرنج داكت تحتوي على كابويدال سيلز، بعدين راح يجي البيل من هيرنج داكت راح يدخل على البيل داكت الرئيسي اللي تحتوي على كابويدال سيلز او كولمينر سيلز بالاضافه للكونكتيف تيشو شيث، بعدين راح تمتد الى ان توصل للهيباتيك داكت وتغادر الليفر. سابقا ذكرنا بين الهيباتوسايت وبين السينوسويدال كابيلاريز راح يكون عندي سبيس صغير اسميه اندوثيليال سبيس او سبيس اوف ديسي. هذا السبيس اوف ديسي يحتوي على نوع من الخلايا اسميه ستيليت سيلز اللي كونتين فيتامين اي ريتش ليبيد، لها مجموعه وظائف مثلا ريليز ريتينويد سينثيسيس بالاضافه للابتيك ستورج، كذلك ممكن تسوي السكريشن للسيفرال اكسترا سيلولار ماتريكس بروتينز، وكذلك تسوي السكريشن للبروتيوغلايكانز، وممكن تسوي السكريشن للجروث فاكتورز بالاضافه للسايتوكينايز. هنا الفرق تحت المنشار بين الهيباتيك لوبيول والبورتال اريا. هذه المنطقه تحت المنشار هي الهيباتيك لوبيول وهذه البورتال اريا. هنا هاي البيل كانال يوكولاي، هذه البيل كانال يوكولاي، هذه السيلز هي الهيباتوسايت وهذه البيل داكتل. The gallbladder. The gallbladder هو hollow and pear-shaped organ. ممكن يخزن لي 30 to the 50 ml of the bile. The wall of the gallbladder يحتوي لي أو يتكون من ميوكوزة. هذه الميوكوزة تحتوي على لامينا بروبيريا بالإضافة للسيمبل كوليمينر إبيثيليوم. هذا السيمبل كوليمينر إبيثيليوم راح يحتوي على كميات كبيرة من الميتوكوندريا. السيلز اللي موجودة بالسيمبل كوليمينر إبيثيليوم إلها قابلية على إفراز كميات قليلة من الميوكس، لكن الإفراز الرئيسي للميوكس راح يعتمد على تيوبيولو أسينر ميوكس جلاند، هذه الغدد اللي موجودة بالجول بلادر. حتى أزيد المادة الصفراء الموجودة بالجول بلادر لازم أزيد تركيزها. زيادة تركيز المادة الصفراء راح تتم عن طريق العلاقة بين الصوديوم والماء، فلما يصير absorption للووتر راح تزيد تركيز المادة الصفراء الموجودة بالجول بلادر. contraction of the smooth muscle of the gall bladder. حتى أقدر أفرز المادة الصفراء الموجودة بالجول بلادر أحتاج يصير لي contraction للمصل of the gall bladder. يتم التحكم بالcontraction عن طريق هرمون الكوليسيستوكينين. هذا الهرمون الكوليسيستوكينين ينفرز من endocrine gland موجودة بالsmall intestines بالأمعاء الدقيقة. لما يفوت لغذاء يحتوي لي على فات او كميات كبيره من الفات راح تتحفز السمول انتستينس او الخلايا الموجوده الاندوكراين جلاند اللي موجوده بالسمول انتستينس على افراز هذا الهرمون الكوليسيستوكينين. لما ينفرز هذا الهرمون راح يتحكم لي او يعطي لي اعاز او ستيميوليتنج للمصل حتى يصير له كونتراكشن فتنفرز لي الماده الصفراء اللي تساعد لي على هضم الفات. هنا تحت المجهر الكوليمينر ابيثيليوم اوف ذا جول بلادر، هذه طبقة السموث مصل المسؤولة عن الكونتراكشن. إلى هنا تنتهي المحاضرة، شكرا جزيلا.